بتدوري على حاجه يا ماما؟ عايزاني اساعدك في حاجه؟ لا يا حبيبتي، انا لميت لك هدومك وحطيت لك الشنط على السرير، لو في حاجه مهمه ناقصاكي هاتيها بس بسرعه. طب انا هدخل ابص. طيب بسرعه. لا مفيش وقت للسرحان، احنا لسه هنروح الشقه عندي، عايزه اجيب بقيه حاجتي. حاضر ماما، انا خلاص قربت اخلص، هقوم اقفل الشنط والبس ونتحرك على طول. طب بسرعه بسرعه يا غاده. حاضر. صباح الخير. صباح النور. مالك في ايه على الصبح؟ اطلب لي قهوه بقى. يا عم قهوه ايه اللي على الصبح؟ ما تقول لي مالك في ايه؟ قهوه عشان خاطري. قهوه المقدم حمزه يا ابني عندي في المكتب بسرعه. طلبنا لك القهوه. مالك بقى؟ مفيش. لا في يا حمزه، في وينجز وقول لي وهات من الاخر، انا مش شايف قدامي، انا قاعد على المكتب عمال بخلص في عك ملوش اي لازمه. خلص بقى وقول لي في ايه. غدا يا معلم هتسافر النهارده، هتسيب مصر وتسافر. طب وانت هتعمل ايه؟ انا في ايدي اعمله، لا هي متهمه في قضيه ولا مطلوبه للتحقيق حتى. لا في ايدك وفي ايدك كتير قوي يا باشا. بص يا حمزه، بصراحه كده انا كنت عايز اتكلم معاك في الموضوع دوت بس ما جاتش فرصه. انت وبتحب غاده وغاده كانت بتحبك، بس زمان سبتوا بعض وكل واحد فيكم اتجوز وراح لحال سبيله. فكك بقى من كل الحوارات دي، هي دلوقتي عايزاك ولا لا؟ انا عارف منين. ولو سبتها تسافر برضه مش هتبقى عارف يا حمزه. الله. طب موضوع ابنها غصب عنك يا حمزه مش بمزاجك، وهي عارفه ان ده كان غصب عنك. الله. بص بقى، انت تروح لها دلوقتي وتقول لها على كل اللي انت حاسه وتطمنها بان الموضوع ده لما يخلص هتلاقي راجل جنبيها بيحبها وهيعوضها على كل اللي فات. خير يا سليم؟ عايز ايه؟ عايزك في موضوع. تعالى. خير. خير. عايز اتفق معاك على اللي انا هعمله بعد ما نخلص. امال نتفق؟ امرني. عايز اسافر بره مصر انا ومراتي. حته ما حدش يقدر يوصل لنا فيها. وطبعا هبقى محتاج فلوس. مش كتير. بس حاجه تخليني ابدا من جديد. والله اذا كان على الفلوس بسيطه. اي مبلغ هتطلبه هتلاقيه وهنحطه لك في الحساب اللي انت عايزه كمان.
انما بقى موضوع مراتك بصراحه. بصراحه ايه؟ ما تتكلم. سمعت انها مش ناويه تستناك، ناويه تاخد امها وتسافر النهارده. انت بتخرف بتقول ايه؟ مراتي هتسافر من غير ما اعرف؟ بقول الحقيقه يا سليم، الحقيقه اللي بحاول اقولها لك بقالي كتير قوي وانت مش عايز تسمعها. افهم يا سليم، مفيش حد يا ابني يستاهل، وفي الاخر مش هتلاقي غيرنا واقفين في ظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا ماما؟ ايه حالة الرعب اللي انت عايشة فيها؟ واضح ان مفيش حد في البيت. برضه اطمن. طب خلاص اطمنتي، ادخلي بقى اعملي حاجتك بسرعة عشان ما نتأخرش. طيب طيب اقعدي 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 استني اقعدي، مش هتأخر. تصدق بقيت بتفهم يا بهاء، اوعى بقى تكون بتشغل دماغك. نعم. لو النبي بقيت بتفهم من امتى؟ من ساعة ما وقعت الوقعة السودا بتاعتك يا سيدي. اهلا اهلا اهلا. ليه؟ تعال قول لي بقى مين؟ مفيش مفيش خلاص طبعا الفل. خلص مين؟ هقول لك بس الكلام ده بيني وبينك. ماشي ماشي. لا مش ماشي ماشي، بيني وبينك يا ابني خلص. نوها. نوها نوها مين؟ نوها بنت اللواء صبري. ايوه نوها بنت اللواء صبري. وششش خلاص كتل. ده هيضحك لي حمزه، احنا مش قايلين لحد ومش عايزين حد يعرف. طب ليه؟ طيب إيه؟ ليه ليه ليه؟ ايه اللي ليه يا حمزه بمخك كده؟ في ايه؟ انت عارف اللواء صبري صعب ازاي؟ وانا اصلا بالنسبه له عيل، اروح اقول له وسط كل الدب اللي احنا عايشين فيه دوت دلوقتي انا وبنتك بنحب بعض هيضربني بالنار يا حمزه؟ في ايه؟ بقول لك ايه، ما تاخدنيش في دوكه والنبي الله يخليك. ها خلينا في شغلنا، قول لنا هنعمل ايه. والله ما انت عارف، مش عارف ابتدي منين يا اخي، مش لاقي حته ابتدي منها. انت عندك حق بصراحه سليم، بعد ما ضرب خلاص محدش بقى عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. بس كان بشويه متفجرات، بص عمل فينا ايه وفي مجدي. امال لو كده الشحنه وصلت له كان عمل ايه؟ ده بقى اللي قلقني ومخوفني جدا يا اخي، ونفسي اعرف جابر وسليم بيفكروا في ايه، بيجهزوا لايه. بص انا هجرب حاجه كده وجاهز. حاجه ايه؟ مش عايزني معاك؟ لا خليك خليك، واللي يوصل لحاجه يبقى يبلغ التاني. ماما انا باسبوري معاكي مش كده؟ لا مش معايا. هو مش معاكي؟ لا مش معايا. مش انت اللي خدت الورق كله؟ انا خدت ورقي بس افتكرت ان انت خدت الباسبور بتاعك. خدتي ورقك يعني ايه ماما؟ هو ده كلام؟ هرجع اجيبه دلوقتي. كده هنتاخر. نتاخر اعمل ايه يعني؟ اروح من غير باسبور؟ طب استني هخلص حاجتي والم شنطتي واجي معاكي. لا يا ماما كده هتعطليني، خليكي انت كملي حاجتك، انا هروح اجيب وعدي اخدك ونطلع على المطار على طول. يلا. طب ما تتاخريش. ماشي. ما تاخريش يا غاده. حاضر. استغفر الله العظيم يا رب على العطله.
اول ما فتحنا السيرش لقينا لندن. حلو لندن، نطلع دلوقتي الجو هيبقى بارد كده ولذيذ، ننزل نتمشى في الشارع، نعمل شوبينج، ناكل اكله حلوه، نروح مسارح سينمات جميله. في ايه؟ ماليش خلق انا على اللف والمتاحف والصحيان بدري، انا مفكر في حاجه تانية خالص، بفكر نروح مثلا فار ايست بوكيت، نقعد كده في جزيره، جو رومانتك، جبل وطبيعه وبحر وروقان، مفيش احلى من كده. ايه الزهق ده؟ زهق؟ اه طبعا زهق، هو انا سافر 16 ساعة عشان اروح احط رجلي في البحر؟ طب ما اطلع السخنة احسن. ويكون في علمي كل اصحابي اللي راحوا الهانيمون بتاعهم في الفار ايست ده زهقوا بعد يومين بالظبط. بقولك ايه؟ في كل حاجة في حياتنا انت اللي بتقرر، المرة دي اللي هقوله انا هو اللي هيمشي، بوكيت يعني بوكيت. لا، اللي انا هقوله هو اللي هيمشي، لازم نطلع بوكيت، لأن هي دلوقتي الجو فيها أحسن 100 مرة من لندن. وبعدين فيها رومانسية وروقان وقعدة بحر، وأنا بيني وبينك عايز أهدي دماغي يعني. هو انت؟ طالما جاي للحد عندي يبقى خير، وخير جابر كمان. مش هتسألني الشيخ جابر بيتجهز ليه؟ مش دي اللي جابك؟ على فكرة أنا والإخوة سامعين عن اللي بيحصل، وعارفين ايه اللي بيتعمل معاكم من فترة. اي نعم احنا في السجن، لكن عزيمتنا ما تهزتش لحظة، وايماننا بنصر ربنا ما تزحزح. احنا اصحاب رسالة، ودي الفرق اللي بيننا وبينكم. انتوا اخركم تنفذوا اوامر وبس. على فكرة لو مستنين اقول لك حاجة تبقى غلطان، أكيد عارف مش هقول لك حاجة. أنا مش جاي أسألك على حاجة، أنا جاي أخرجك من هنا. قوم. أيوة نو. أنا تمام، كله حلو. اه انا في الشغل لسه، بس علشان انا بقول لك انا في الشغل عشان كده ما كلمتكيش. في ايه؟ طب اعمل ايه يعني؟ يوه، ما انت اللي بتنرفزيني. طب يبقى الموضوع ده ما يتفتحش تاني. بص يا نونو، هقول لك على حاجه بس عشان نبقى متفقين كده، خلاص؟ انا بني ادم عصبي، خلاص؟ انا كده وبغير. الكلام ده هيمشي معاكي وهتستحمليه كنبه، مش هتستحمليه قولي لي من دلوقتي، عادي مفيش مشاكل، انت حره يعني. ده اخر كلام عندك؟ انت اللي قلت اهو. طيب تمام، هنتقابل بكره الساعه كام بقى؟ خرج ليه؟ طيب ما تخليهمش يغيبوا عن عينيكم، انا هتابعك بالتليفون. يا شيخنا. خير يا صالح؟ في ايه؟ حمزه خرج عبد الله من السجن ورجاله وراه. خرجوا من السجن ليه؟ مش عارفين والله يا شيخنا، بس كل اللي اعرفه ان هو حاول يتكلم معاه. وعبد الله مش ممكن يتكلم؟ هو جايز عشان كده خرجوا من السجن، جايز يكون عايز يخليه يجرب يتكلم غصب عنه. عبد الله مش هيقول له حاجه، بس لازم برضه ما ندوش فرصه يحاول. موضوع حمزه ده زاد عن حده،
عادش اتسكت عليه. اجمع رجاله صالح. مشكله حمزه دي لازم تتحل. والنهارده. امرك يا شغل. يلا يا رجاله. عاجبك اللي حمزه بيعمله ده؟ ايه عمل ايه يا باشا؟ راح السجن خد عبد الله ومشي. مشي؟ راح بيه على فين؟ معرفش، هطلبه دلوقتي واعرف راح فين. اهدى بس يا باشا، سيبه. سيبه ازاي؟ مش لازم اعرف خده ليه وراح فين؟ يمكن حمزه يخليه يتكلم، اديك شايف حضرتك وصلنا الحيطه سد، سيبه يجرب. ايوه بس مش كده، لو عايز يستجوبه كان قاعد معاه في السجن وعامل اللي هو عايزه. مش مع عبد الله. عبد الله ده كان تاني اهم شخصيه بعد جابر. يعني الاستجواب العادي مش هينفع معاه. شوف بقى له قد ايه في السجن ما طلعلاش منه بكلمه. يبقى حمزه هيخليه يتكلم ازاي؟ ايه؟ جن هنا ليه؟ رد عليا، جن هنا ليه؟ لا رجعني السجن، رجعني السجن، انا عايز ارجع السجن. سيبني هنا ليه؟ رد عليا، سيبني، انت جايبني هنا ليه؟ انا سيبني بقول لك. مش انتوا اصحاب رساله يا عبد الله؟ هنشوف دلوقتي. عندك استعداد تموت عشانها ولا لا؟ على فكرة أنا مش خايف من الموت. سمعني يا سيادة المقدم؟ مش خايف من الموت. عارف ليه؟ لأني لو مت هبقى شهيد، ومين فينا ما يتمناش ينول الشهادة. برافو عليك، برافو. سيبني بقى أخلص السيجارة بتاعتي علشان أفكر كويس قوي أنا هعمل فيك إيه. ده مش جنوني على فكرة. أنا اتحكم عليا بالسجن مش بالإعدام. يا سيدي ما تدقش، القانون مليان أخطاء، وديني أهو بحاول أصلحها. مش من حقك، أنت كده بتقتلني ظلم. ظلم؟ تتكلم عن الظلم يا عبد الله؟ أيوه ظلم. دي حتى السجن اللي أنا اتسجنته سوي. والناس اللي قتلتهم في الأقصر سواح ومصريين وعساكر كانوا بيحموهم، ده ما كانش ظلم يا عبد الله. دول كانوا مسيحيين. كانوا مصريين يا عبد الله. بتعمل ايه؟ مصريين يا عبد الله، لحتى المسلمين ما رحمتهمش. فاكر العساكر اللي قتلتهم في رفح وهم بيفطروا في رمضان اللي فات؟ فاكر؟ كل ده ما كانش ظلم يا عبد الله. قلت لي كلمة واحدة، كلمة واحدة يا عبد الله، في أي دين تحلل اللي انتوا بتعملوه ده؟ كلمة واحدة وأنا سيبك تمشي دلوقتي. قدامك خمس دقايق، خمس دقايق تحاول تفتكر كويس أوي وفكر، ما تخافش. لو انت مصدق فعلا ان اللي انتوا بتعملوه ده جهاد في سبيل الله، يبقى هتموت وهتخش الجنة، ومبروك عليك الشهادة. انت اقول
سلم احنا اللي بلغنا عنده سجل عليه علي وخلينا تعتقلوه عشان نقدر نجيبه عندنا. انتوا اللي عملتوا كده؟ ايوه يا ولادي احنا اللي عملنا كده. سليم كان لازم يكرهك عشان يوافق يساعدنا. وجابر، جابر ناوي على ايه؟ جابر ناوي على ايه؟ أقول يجهز العملية هيخلص فيها بيكو كله. عملية؟ عملية ايه؟ عملية ايه؟ الله ما اعرفش ما اعرفش. انت جابر ناوي يعمل ايه بالظبط؟ قسما بالله ما اعرف، قسما بالله من اللي حد قلته. عملية هيخلص فيها من الكل. عملية عمليتي حمزه دلوقتي مع عبد الله. طب وليه ما حدش قال لي من ساعتها يا فندم؟ وليه هو ما اتصلش بيا يقول لي؟ حمزه اتصرف من نفسه من الاول، هو مش هيبطل بقى يتصرف من دماغه البني ادم ده؟ وبعدين برضه ما ينفعش نسيبه لوحده كل دوت. وعشان كده انا طلبتك، احنا حددنا مكانه دلوقتي، هتروح له وترجع بيه هو عبد الله. هوامر سيادتك. بسرعه بقى. على اذنك يا فندم. عايزة تسافري وتسيبيني يا غادة؟ ايه؟ ما بترديش ليه؟ خايفة تتأخري على ميعاد الطيارة؟ طب كنتي تقولي انك مسافرة بدل ما اعرف من بره. انا برضو جوزك. انت اللي قتلت خالد يا سليم؟ ده الواد اللي معاكي في الشغل اللي بتخرجي معاه كل يوم. انت اللي قتلته يا سليم؟ فرق معاكي فيه قتلته ولا ما قتلتوش؟ ليه مديه الموضوع اهميه اكبر من حجمها؟ تكونيش بتحبيه؟ وقتلته ليه؟ عشان تبعدني عنه؟ ده اللي انت عايزه؟ تبعدني عن كل الناس، تخليني عايشه لوحدي لغايه ما اتجنن او اموت؟ انت عايز مني ايه تاني؟ مستني ايه؟ ها، نرجع تاني لبعض، نعيش سوا في بيت واحد، نكمل حياتنا عادي كان مفيش اي حاجه حصلت؟ انت عايز مني ايه؟ ابوس ايدك تقول لي عايز مني ايه. عايزك يا غادة، كل اللي عملته وكل اللي بعمله عشان نرجع نبقى مع بعض تاني. انت اكيد مجنون، انت واحد محكوم عليه بالاعدام، انت ميت، وانا الحمارة اللي ما كنتش شايفة ده. انا الحمارة اللي رجعت صدقت اللحظة انك لسه موجود. انت مش شايف قد ايه انت بقيت غرقان في دم؟ وكل ده عشان ايه؟
عشان دخلت المعتقل؟ كم واحد لازم يموت عشان يدفع ثمن اللي حصل لك؟ قول لي كم واحد؟ 10 100 1000؟ وبعد ما تقتلهم ايه؟ ده اللي هيرجع لك حقك؟ ده اللي هيرجعك تاني بني ادم؟ ايه؟ بقيتي بتتكلمي زي الناس ليه؟ سليم ارهابي، سليم مجنون، سليم ماشي يقتل في خلق الله. انما سليم عمل كل ده ليه مش مهم؟ سليم دخل المعتقل عادي، وكل الناس بتدخل المعتقل. سليم اتعذب واتمرمد واتداس عليه بالجزم، مش مهم. يرجع بقى ويخف ويقف على رجليه ويرجع للدنيا، ولما يرجع للدنيا يلاقي البيبان كلها متقفله في وشه، فيلف ويتذل ويتهان تاني، بس عادي مش مهم، مش كده؟ شايف ده؟ كل ده، كل اللي انت قلته ده ما يبررش اللي انت بتعمله. وابني اللي مات، ابني اللي اتقتل قدام عينيا، عايزين اساس ازاي؟ كل اللي عملته وبتعمله عمره ما هيرجعه تاني. بس اللي قتلوه لسه عايشين، وطول ما فيا نفس مش هسيب حد فيهم. يبقى تكمل لوحدك، انا مش قادره اقعد هنا اكتر من كده، انا ما بقتش طايقه اشوفك. كذاب، انا بحبك زي ما انت بتحبي. انا بكرهك وبكره كل يوم حبيتك فيه. انا عايزه اسافر ومش عايزه اشوف وشك تاني. تعالي هنا، انت مش هتسافري، انت مش هتروحي اي حته، فاهمه؟ وهتمنعني ازاي؟ هتموتني؟ ما انا قدامك اهو. اقتلني وخلص عليا، اقتلني وريحني. ما اقدرش اقتلك عشان انا بحبك، بس ممكن اقتل اللي طلعت الفكره دي في دماغك.